واضح طبعا ان ما تم بمجهود من مؤسسات او من افراد عراقيين الحقيقة من داخل الجامعة من برامج واستنباط لأجهزة وإمكانيات تكنولوجية جديدة، وأن العتبة تسمح بأن هذه البرامج وهذه الإمكانيات تتاح للجامعات الحكومية العراقية بالمجان. أعتقد أن ديت خدمة جليلة وخدمة كبيرة جدا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. هذا الأمر الحقيقة أنا سعدت به جدا، وسعدت أيضا بما رأيته من معامل متطورة جدا بها أحدث الأجهزة اللي ممكن تتواجد في جامعات، وهي مش أحدث الأجهزة بس، إنما أيضا الإمكانيات المعملية والنماذج الطبية على وجه الخصوص بتقول إن الهدف هو هدف سامي جدا، خريج قادر على خدمة بلده وخدمة وطنه بأعلى درجة من الكفاءة سواء تعليما أو بحث علمي. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.